بظن انه هي خطوة اولى لخطوات كتير جاية بالمستقبل وين فينا نحن مع بعض نتعاون لنقدر نوصل هاي الصورة بشكل افضل، انه نحن بسوريا وبلبنان وبالمنطقة الشرق الاوسط على عكس ما عم ينقال اليوم بالميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيونات، نحن اصلا عايشين مع بعض من كل الطوائف من كل الاطياف، وبالرغم من كل الصعوبات نحن بعدنا عم نفيق كل يوم الصبح ونشتغل مع بعض. فهي جائزة ممكن تضوي وتسلط الضوء اكثر على الشغل اللي كنا عم نشتغله، وتكون خطوة أولى لتعاون أكبر بيننا وبين اللي ربحوا الجائزة وبين كمان الـ Center for Global Pluralism.